أستاذ محمد، صحة حديث المسح ببطن الثوب على الفراش بطرف الثوب. نعم، وطرف الثوب. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة كلها يعني شوف أنت، التشريع كله للحفاظ على إيش؟ على المكلف من الضرورات الخمس، حفظ البدن والدين، فهو بطرف ثوبه لأنه ما يدري ما خلف على الفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إما الهوام أو الجن، فهو يفعل ذلك.